إذا اجتمع الناس في المسجد في يوم من الأسبوع يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدهم أن يأتي الناس إليهم ليعظوهم حتى يهدوهم إلى الله، هل هذا العمل بدعة؟ نعم، هذا بدعة. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، لكن لا نجتمع نعد اجتماع في المسجد أو في أي مكان، لأن هذا بدعة. ما شرع لنا أننا نجتمع لأجل الصلاة على الرسول، هذا بدعة، بدعة إضافية. الأصل مشروع، لكن هذه البدعة إضافية، أدخلت على شيء مشروع فهي بدعة إضافية. نعم.